دلوقتي نبدأ مع حضراتكم ملخص للحلقات 27 من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان. هنبدأ طبعا بالكبير قوي الجزء الثامن، كمان الحلقات 12 من مسلسل بقينا اثنين لشريف منير وبدون سابق انذار لآسر ياسين. خلينا نشوف هذا الملخص. الحلقات 27 وال 12 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية شهدت أحداث مشوقة. الحلقة 27 من المسلسل الكبير قوي الجزء الثامن جه فيها مواقف كوميدية كتير. بدأت الحلقة مع جوني وهو بيدور على وظيفة بعد حديثه مع هاجرس، وفكر جوني في تحويل دوار الكبير لفندق وقام بعمل حملات دعائية على السوشيال ميديا. وبدأت أفواج السياح تيجي لحد ما لقى نفسه قدام مشكلة جديدة، وهي إزاي هيقنع الكبير، لحد ما قال له إن دول أصدقائه. جو تكسيت وتكسيت هنا، مش معناه تاخد الكرسي تقعد. تضمنت أحداث الحلقة 27 من مسلسل إمبراطورية ميم عودة منى من البعثة اللي اضطرتها للسفر لباريس، وراحت لوالدها واعتذرت له وإنها تترافع عنه وتخرجه بكفالة مالية. تضمنت الحلقة أيضاً استمرار عرض شركة يحيى شاكر لشراء المنزل بمبلغ ربع مليار جنيه، وطلب من مروان أو نور النبوي يزور توقيع والده في خانة البائع مقابل سحب الدعاوى المقدمة ضد والده، وهنا مروان رفض رفض قاطع. دي ممتلكات أبويا وهو حر فيها، وما يخرج من السجن إن شاء الله. إن شاء الله. ما هو هيخرج. طبعاً. خلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل صدفة للنجم ريهام حجاج، اتفق جلال مع مصباح إنه يقوم بقتل كل من طارق وغادة، على الرغم من إن غادة هي اللي هتساعده في دخول بيت طارق. طارق بيه يا باشا؟ أيوه. سيادتك عايزني؟ ما هو انت لو كنت تنيلت على عينك ومضيت الزفته اللي اسمها صدفه دي كنا خلصنا من زمان. شهدت الحلقه 12 من مسلسل بقينا اتنين العديد من الاحداث المهمه والشيقه. بدات الحلقه برفض ياسمين قرايه فتحه بنتها ريم من سيف، برغم موافقه والدها ادهم اللي بيجسد دوره الفنان شريف منير. من هنا بتدور خناقه كبيره بين ادهم وياسمين. الله الله الله، وانا لما جيت اتقدم لك كرحلت حاجه؟ ده لولا وقفت ابوك وامك جنبي. طب والله كويس ان انت فاكر ان ما كانش حيلتك حاجه. الحلقه 12 من مسلسل فراوله شهدت تراجع حجوزات احجار الطاقه في الشركه الخاصه بفراوله، وده سبب لها حاله نفسيه سيئه وحست بطاقه سلبيه كبيره ورفضت تاخد مهدئات ومنومات، وصفها لها الدكتور ابراهيم الطبيب النفسي. صدق من نبره صوتك كده فعلا ابتديت اقتنع انك انت دكتور نفسي. مش من نفسك. انا بسحب كلامي. اخيرا اقنعتك. في الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار للنجم آسر ياسين والنجم عائشة بن أحمد، لقى حسن مشتري للأرض اللي بتمتلكها العائلة، وسرعان ما عرض مساعدته على أخوه مروان علشان تسهيل عملية سفر الطفل عمر للعلاج في الخارج. الحمد لله أخيراً عرفت أبيع كيت زيري. كنت عاوز أجيب لك نص فلوسها بس مش عارف أحولها لك بقى على البنك ولا أجيبها لك كاش ولا أعمل إيه. يا ابني أنت محتاج الفلوس دي. أنا لو ما عرفتش أتصرف هاجي لك. يا حبيبي أنا مش محتاجك.